برحب بيك يا أمير مرة تانية، وبرحب بضيوفك الكرام أكيد، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا مستمرة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الأهلي والخاص بأزمة طبعا أكيد نهائي دوري أبطال أفريقيا. بيسعدنا يكون معانا دلوقتي الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، منورنا ومشرفنا على شاشة قناة النادي الأهلي. في البداية أكيد طبعا أستاذ عصام، حضرتك موجود يعني منذ البداية، شفت استعراض لعدد كبير جدا من القضايا المسكوت عنها، وكمان كشف الفساد وكشف عدد كبير جدا من الحاجات اللي ما كانتش يمكن ظاهره للجمهور وللوسائل الاعلاميه. رايك ايه النهارده في هذا الكشف لكل هذه الخبايا؟ خليني بس الاول بجد يعني، وهي شهاده لا يمكن ان تكون مجروحه، اقول ان قناه الاهلي تتحرك دايما بما يساوي حجمها وحجم النادي الاهلي، تغطيه الحقيقه رائعه. يكفي ان المواطن الاهلاوي فخور انه على مدار الساعه وانا بتابع مع جمهور ومع حتى اصحابنا ازاي القناه مغطيه كل حاجه، يعني برافو عليكم بجد كالعادة يعني. لكن لو رحنا للي حصل، هو أداء يليق بالنادي الأهلي، هو أداء يطلب وفقط المحاسبة، لا يلقي التهمات، لا يوزع التهمات، هو أداء راقي جدا، هو أداء يبحث عن القوى الناعمة المصرية ومن الذي يحاول التقليل منها، هو أداء في صورة بتحذير لائق أن الدولة تقدم. وحسنا فعل كابتن حمود الخطيب نيابة عن المجلس الأحمر أنه قال أن الدولة حين طلب منها، السيد الوزير شكل لجنة، نأمل أن تكون حاضرة في الميعاد، وده يحصل للمحاسبة. ما حدث هو إدانة يعني يخشى الكل ألا تليق بمصر الحقيقة، على الأقل مصر الكروية، إخفاء خطاب، كلام بمماحكات. يكفي أن السيد جمال علام خرج مرة ويبدو أنه لا يتذكر أن للهواء ذاكرة، عشان يقول نحن لم نطلب ولن نطلب يعني دوري الأبطال، فإذا أرادوا فليعطوه لمصر. إزاي يعني؟ هناك أصلا حق أصيل مش في أنك تطلب بس، أنك تقول أن مصر تستطيع التنظيم. الأساس يا جماعة وعبر قناة الأهلي أن الاتحادات تطلب التنظيم بغض النظر عن وجود ممثل لبلدها، لأنه دي الكبارة، دي الشطارة، ده البزنس، دي صناعة كرة القدم إذا كانوا يفهمون. عشان كده الأهلي حدد، قال أنا لم أكن أبحث عن حقي وفقط، لكني أبحث عن الدور المصري الغائب. أيضا وعبر قناة الأهلي أنا بقول لمعالي الوزير، يا معالي الوزير عليك أن تسأل العربي المصري هاني أبو ريدة أين الكوتة طبقا للوائح الكاف من العاملين المصريين، ومن الذي أطاح بهم جميعا عكس اللائحة. اللائحة بها بنود واضحة لكوتة من العاملين المصريين. للمرة الثالثة، من الذي غيب هذه الكوتة؟ بلد المقر لها كوتة من العاملين للمرة الأخيرة. لكن حسنا فعل الأهلي أنه طالب بالمحاسبة ولا شيء غير المحاسبة، حتى لا تتكرر مثل هكذا مآسي لا تليق بمصر الكروية. أستاذ عصام، النهارده كابتن محمود الخطيب بيتكلم انه الاهلي قليل جدا لما يتكلم، يعني ما بيحبش الرغي، والشديد القوي هو اللي بيحركه. شفنا النهارده عدد من الطلبات بعد الشديد القوي اللي هو كان المؤتمر الصحفي، هل من الممكن ان تتحرك الجهات المعنيه اللي كان كابتن محمود ليه طلبات ليها طبعا اكيد، علشان نشوف بعد كده او ما تتكررش المأساة دي مره ثانيه او الازمه دي مره ثانيه؟ الجهه الوحيده اللي بنامل ونعشم فيها هي الدوله المصريه عبر وزاره الشباب والرياضه، بتعليمات طبعا من دوله رئيس الوزراء، وبالتالي هذه الجهة التي طلب منها النادي الأهلي، والتي ينتظر منها أن تكون لديها مواقف بحجم الحكومة المصرية والدولة المصرية. أما دون ذلك فيعني أطلب يعني العفو والسماح من الجمهور العظيم في كل مصر، فليس لدينا اتحاد كرة بالمعنى المفهوم. مش هنهرج ومش هنضحك على الناس، عيب أن يكون هذا هو اتحاد يمثل بلد بحجم مصر. الأمل قائم طالما أن الدولة المصرية أخذت موقف شكره مجلس الإدارة عبر الكابتن محمود الخطيب. مهم. شكرا، أنا اللي بشكرك. شكرا. طبعا ده كان لقاءنا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت، أكيد اتكلم فيه عدد من القضايا الهامة اللي هو شاهدها أكيد بنفسه خلال عقد المؤتمر الصحفي. أكيد لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا على هامش هذا المؤتمر أو عقب انتهاء هذا المؤتمر، لسه مكملين معاكم، والعودة لكم مرة أخرى.